عروقي وانا صابر على تعال بدك صبغه شقره لا تمدح ولا ضحكه ضحكه وبعد ساعه نوني الله كريم في عرب كثير يعني ما والله يوسف شفت ميشيل فاضل فؤاد فاضل ما حبه باش يغني لا ولا يغني لا يغني لك يا ليل هيك الثاني ولا الاول يغني لك يا ليل هو قال الاول حبيبي هنا يغني لك يا ليلي على الصوره على الصوره يا ليلي اسمع كذا ترد علي نجوم الليل تقول له زمان من أوي أمانة أنا اسمع فيها طب وان يعني يا جماعة فيها طب وان لا ما تدري ما يمكن يحسبون نحن سالفة يا الله كل اللي برايك له العبد العزيز أنا كنت استعجل أنا متو الله الله بيحبني الله أنا بجوز ما أطلع بجوز أطلع بس أنا دخلت هيك شوف أضحك لي ألف مبروك إنه عشان رجعت مهم ولا أعطاني شوية هاي أني دغري بلا ما أطلع لك فؤاد فاضل عشان سامي كان فيك أنا إيش لو بلشت غني شو كان عم يعمل أنت عليك إلا شو كان عم يعمل كان عم يثبت الوراق تبع الطلاب ماسك هيك الوراق عم يثبت الوراق ضل عم يثبت الوراق كمان ايه ما خبرتني انت شو ولا حدا عم يغني عم يثبت وراقه كان عم يثبت هيك الوراق وكذا يعني حتى ملاحظات ما عم يكتب خلص بعد يكتب كمل ايه اسمع غنيت امان عليك فهي طبعا حلوه يا ليل طول عملت عربه هلا بقول لك كيف علي وهات العمر من الاول بحب جديد وقلبي سعيد يا ريتني عشقت عم لو الامانه امانه يا ليلي يا ليل The schedule says 21st of March, 21st of April. بس انت بس بس شو هو حقول The schedule baby 21st of March اليوم قبل الشهر It's April صح قديش 21st of April 21st انسي نقول هابي بيرثدي ل سراج يا امبارح اسمع وديالا بعد بكره غنيت هيك سراج هابي بيرثدي الله يخزيكم الله يخزيكم كلكم هلا هلا عشية 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 مال ايه سراج عشية بعد النومينة بعب جديد الله يوفق بعب جديد بعب جديد لا ما شلون هيك نسيته وقلبي صار بس الطاقية بس قبل الطاقية نسينا نقول لسراج بدي هابي بيرثدي انا لا قلت له امبارح قلت له؟ ايه ذكرنا يا زلمه شو بعرف اني بكذب عليك يعني شو بدي اقول له شو بعرف تسلموا حبيبي حبيبي قلت له شكله ما حطوه ما قلت كم حطوه بس ما عرض كلها قال له لا بس ما عرضوه حلو عشان هيك بقول ايش شو حطوه ايش؟ حطوه ايش؟ كثير حلو على فكرة طاق طاقيه وين هذا ليك ليك القدر شو لونه هذا الحزام احمر ابيض احمر ابيض روح طلع على السكجول بشرف امك خليك اسعد لك معقول يعني حط هيدي كمان حط هيدي هلا كمان بتكمل يعني تمام يا عمي هو ما يسمع ومكتوب ستار على هيدي على طالع مكتوب كذا حاجه اخزيها بسم الله اللي دامك قاعد ولبس لي كلسيتي يا لطيف كمان واجيب هذا واحطه جنبي مع نفسي حلو هذا 300 مره قلت لك قمت قاعد هذا جابوا لي اياه لما طلعت من النومينيه انا بعيد بيك دي مين غنى بعيد كثير ما طلع صار يغني لنا نومينين ومنين ومن نومين قلت له مالك مالك انا قاعد هون يحيى هيدا شفت هيدا البالون اخر واحد لورا اه ايه هيدا اللي مثله اللي كبيناه كتبنا عليه الابيض ميشيل انطانيا يلي بيلاقي هيدا البالون يبعث لنا مسج نهار الاحد على الاس ام اس نايت ولا حدا بعد
هلا يا خيي بيكون صار يمكن نجع بالبحر يمكن صار بالصين او يمكن اخذ شي واحد ما بيقرا الانجليزي يمكن او يمكن وقع يمكن انا بقدر هول بولي ولو كيف يا اخي الله يحيى انت رح تزعل بس مش مثل البسمة خلص عرفت انه الشيء صاير لك كنت كثير معصب